واليوم الآخر، أن تؤمن باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أشياء. أن تؤمن باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أشياء: أن تؤمن بالبعث والنشور، كما قال ابن عثيمين رحمه الله، تؤمن بالبعث والنشور، إنه في بعث بعد الموت. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. اثنين، أن تؤمن، أو اثنان، أن تؤمن بالحساب والجزاء، أن الخلائق وأن الناس يحاسبون بين يدي الله تعالى، كما في البخاري وفي غير حديث عدي: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، إلى آخره، وحديث أخرى وأدلة أخرى من القرآن ومن السنة. الأمر الثالث: أن تؤمن بالجنة والنار، أن تؤمن بالجنة والنار. قال ابن عثيمين: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يحدث في الموت من نزول الملائكة إلى آخره، ويدخل في ذلك الإيمان بالقبر وبما فيه من الفتنة المعروفة، فتنة السؤال وعذاب القبر ونعيم القبر.